ولكن كنت أقرب الرفاق الكبار سنا إلينا ولأبنائنا بحسن معاشرتك في ساحة النضال والعمل وأيضا في القعدات والسهرات والمناسبات الخاصة والعائلية التي لا تتخلف أبدا على دعوتك لحضورها. يودعك أصدقاؤك ورفاقك وعائلتك التي حافظت عليك ورعتك إلى آخر لحظة حتى تغادر هذه الدنيا في أنفة وشهامة وكرامة، مثلما أنت أحببت الناس جميعا وأحببت تونس حرة فناضلت من أجل استقلالها، وأحببت تونس ديمقراطية فنالك من أجل تلك القناعة السجن والتعذيب والمحاكمات الجائرة في أكثر من مناسبة، ولكن بقيت وفيا لمبادئك ولحزبك رغم منعه، وأعدت الكرة بعد كل سجن وملاحقة متعاليا عن كل حقد أو شماتة، مثمنا لكل إجراء إيجابي في صالح تونس وتقدمها، وإن كان مصدره المسؤول السياسي الذي اتخذ الإجراءات التعسفية في حقك أو في حق حزبك الشيوعي التونسي الذي كنت بلا منازع أحد قادته لأكثر من 4 عقود، وكنت دائما تردد في مقالاتك وتصريحاتك إن معارضتنا معارضة إنشائية. باسم رفاقي في حزب المسار الديمقراطي الذي شرفوني بإلقاء هذه الكلمة التي لا تفي بحقك علينا لتأبينك، رغم أنني لست من أعضاء الأمانة ولا القيادة المشرفة، وإنما وكما أنت لم تنتمي تنظيميا إلى صفوف هذا الحزب الذي ورث وطور وفتح آفاقا جديدة للتنظيم الشيوعي الذي انتميت إليه وكنت أحد قادته، ورغم الاختلافات التي لا يسمح المكان والمجال لها، فإن الجميع في حزب المسار يحترم نضالك ويقدر إسهامك ومساهماتك في تعصيل يسار وطني تونسي يساهم من موقعه الخصوصي في المجهود الوطني العام، وما مشاركة هذا الحزب اليوم في إنجاح التجربة تجربة حكومة الوحدة الوطنية إلا تجسيدا لما آمنت به ودافعت عنه منذ مؤتمر ماي 1956 عندما نقضت مظاهر من سياسة الحزب الشيوعي خلال مرحلة نضال الاستعمار، وبالرغم مما نالك من تهجمات ونعت بكونك شيوعي استقراطي وقرار ظالم بتجميد نشاطك، إلا أنك لم تتردد إلى العودة إلى نشاطك وتحمل مسؤوليات قيادية عندما قام الحزب بنقد ذاتي للمظاهر الخاطئة من سياستي في المؤتمر الاستثنائي الذي التأم في أواخر ديسمبر 1957. وقد وافقت عودتك إلى حزبك عودة مناضل آخر وهو علي جراد الذي عرف بدوره إقصاء من حاضنة الحزب الشيوعي والإبعاد من المسؤولية في سنة 1948 بسبب تلك السياسة الخاطئة التي انتقدتها أنت نفسك في 1956. إن رفاقك في حزب المسار وأحبائك العديدين في كافة الأطياف العائلة التقدمية والوطنية وكل الحاضرين بأعداد كبيرة أمامك اليوم أمام جثمانك يقدرون حق قدرها ما قدمته من تضحيات ويعتبرونك منهم وإليهم وأنهم ورثاء لتقاليد نضالية ساهمت فيها بالكثير من جهدك ووقتك ووهبت لها الجزء الأكبر من حياتك وعرفت من أجل ذلك الإيقافات والتتبعات والمحاكمات، وعرف جسمك النحيف الضرب والتعذيب في مناسبات عديدة بدأت سنة 1963 بعد حظر الحزب الشيوعي التونسي، حيث تم الاحتفاظ بك في السجن في بعيد محمد حرمل والهجرات استعدادا لمحاكمة بدأ الاستعداد لها ولكنها لم تقع، وتم اعتقالك وتعذيبك ومحاكمتك من جديد سنة 68 وتحميلك مسؤولية الاحتجاجات الطلابية والشبابية، وكنت بمعية رفاق هشام سكيت وبالقاسم الشابي وصالح الزغيبي وصاحبي الدنقزلي وغيرهم، إضافة إلى عشرات من مناضلي منظمة آفاق وكذلك من مناضلي البعثيين والقوميين، دان عرضة لهذه المحاكمة، ومن جديد يطالك التعسف والسجن والتعذيب سنة 1972 بمناسبة المظاهرات والاحتجاج التي عرفتها الجامعة رفضا لتسجيل الاتحاد العام طلبة تونس. حبيبنا رفيقنا صديقنا سي عبد الحميد، نودع اليوم ونوالي جسمك التراب، لكن لن ننساك أبدا، وسيحتفظ باسمك تاريخ النضال الوطني والتقدم والعمال والشيوعي التونسي. نودع ثالث ثلاثة أحببناهم في ثراء وتنوع إسهاماتهم وطباعهم، وهم محمد النافع ومحمد حرمل واليوم عبد الحميد مصطفى.
ثلاثة كانت أسماؤهم رمزا وعنوانا للمحافظة على تراث نضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، امتد وتواصل رغم المنعرجات والثغرات والأخطاء والتصحيحات الضرورية منذ أوائل القرن الماضي، وسنحيي في قادم الأسابيع مرور قرن على بروز هذا النضال الاجتماعي في تونس، خدمة لأهداف تحرير بلادنا والفوز باستقلالها من ربقة الاستعمار والمساهمة في لحاقها بالدول المتقدمة. هي تونس الحرية، تونس الكرامة، تونس العدالة الاجتماعية. نودع ثالث تهجمت عليهم إحدى صحف المجاري وكانت تدعى آنذاك كل شيء بالمكشوف، وتحديدا كان ذلك في سنة 1979، متهاكمة على إحدى البيانات المنضاة من طرف النافع وحرمل بن مصطفى، وكتبت مقالا استفزازيا تحت عنوان الثلاثي المرح. نعم، صدقت هذه الجريدة من حيث لا تدري، فعبد الحميد بن مصطفى الذي نودع جسمه اليوم هو رمز المثابرة والصبر والجدية، ولكنه أيضا رمز الضحك والنكتة والقعدة واللمة والغناء. كان آخر لقاء معك يوم السبت الماضي واحتوى على جزء غنائي، ورغم أنك كنت في غيبوبة المرض ومقاومة الألم، إلا أنك كنت تتابع بإشارات يدوية بعد أن غاب صوتك ومبديا تفاعلك مع صوت فاطمة تريكي وهي تغني لك بصوتها العذب، وكنا نردد معها الأغاني التونسية الخالدة التي أحببتها وبقيت تحبها إلى آخر لحظة، أغاني على الرياح يا ظالمني، وخاصة المقطع الذي يذكر والروح معك، وأغاني صليحة وآه يا خليلة ويا ناسي الميعاد، وأغاني حبيبة مسيكة والهادي جبيني رددناها معه في سهراتنا الخاصة والعائلية، وآخرها يوم السبت الماضي. توعدنا والتزمنا بأن نكون معك، ووعدتنا فاطمة أن نكون حولك من جديد اليوم في هذا اليوم، لكن أسرعت الخطى وقررت الذهاب منذ سهرة الجمعة البارحة قبل يوم الموعد، وها أنا نحن حولك نساء ورجالا نودع جسمك الوداع الأخير، ولكن لن ننساك ولن ننسى سخريتك من الظلم وتهكمك من المنافقين، ولن ننسى حلمك وتسامحك. لقد كنت شاهدا أكثر من مرة كيف اتجه نحوك في مطاعم تونس وحاناتها، والتي رافقتك إليها كثير مرات، كما رافقتك إلى جهات عديدة وللقيام باجتماعات. رجال في مقتبل العمر أو في مستهم الشيخوخة والكهولة يقبلوك يعانقوك معتذرين لكلمة الخبز مرة، إشارة لما لاقيت منهم من مضايقة وتعذيب أو مراقبة. لفراق عبد الحميد المصطفى نودع ثالث ثالوث غادرون في هذه السنة، وهم الرفيق النقابي الكبير على العربي بالعربي ابن الجرير، وقد كان العربي حريصا في السنوات الأخيرة لتذكيري بموعدنا الشهري لنلتقي مع سي عبد الحميد في أحد مطاعم العاصمة، وودعنا أيضا زميلي في الكلية ورفيقي كما كان يحلو له أن يميزنا بذلك النعت عن بقية الزملاء، وهو الناقد والمحقق الكبير توفيق بكار، بعد أن كنا ودعنا في السنة الماضية المناضل الكبير أحمد إبراهيم. ومعذرة أن ميزت هذه الأسماء الثلاثة حتى أعبر على ما كان يخالجه عبد الحميد مصطفى من حب خاصة للمرحوم أحمد إبراهيم، لأنه كان يوده بحب خاص. كنت بلا منازع الأقرب إلى قلوب المناضلين والمناضلات والحبيب الصديق لجميع التقدمين المنتمين أو غير المنتمين لصوب الحزب الشيوعي، حبيبا قريبا لكل الديمقراطيين والعاملين في الشأن العام من مناضلين سياسيين وحقوقيين، وأنت أحد أقطابهم أو محامين وأنت عميدهم، وصحفيين وأنت أحد أقلامهم اللامعة والساخرة في صحف الطليعة ولافنير لاتونيزي وتريبيون دي بروغري وإسبوار والطريق الجديد. بعيون دامعة وقلوب حزينة نودع جسم حبيبنا ورفيقنا سي عبد الحميد، ولكن ولأننا عرفناه وعشرناه سنين طوال ونعرف أنه يحب الضحك والنكتة والغناء، فأني أستسمحكم بإنهاء هذا التعبير، وأعرف سلفا أن روحه الطاهرة الحاضرة بيننا ستقبل بمقاطع مقتطفة من قصيدة من ألقاها على شرفه صديقه المرحوم محمد لخوة، وذكرنا بها الممثل رجاء فرحات في سهرة لتكريمك انتظمت ببيتك في جوان الماضي، وهي في جملة ما تقول: أيا عبد الحميد كفخرا
كما النسور يصن وكرا راية النصر خافقة علينا ميمنة ويسرا. رحم الله عبد الحميد بن مصطفى وتقامته بقابل بكامل صلى الله عليه وسلم.